بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بعض التمارين على الري، على المواضيع السابقة، سوابينج وشيفتينج والماكس وغيرها، يعني تجمع بين مجموعة من الأفكار. السؤال هذا يقول لك: write a program that shifts the elements of an array one position to the right. For example, for the array below, we end up with the word Riyadh. زين. طيب، يقول لك إنه نبغى برنامج يسوي لنا shift أو إزاحة للأري بمقدار واحد بس إلى اليمين وليس إلى اليسار، زي ما سوينا المرة السابقة، ولكن إلى اليمين. زين. وهنا قلت an array، يعني أي array موجودة ممكن يسوي لها إزاحة. فهذه الأري كمثال، الأري هذه لما نسوي لها إزاحة راح تعطينا كلمة رياض، يعني معنى أن راح نحط راح نحط حرف الآر، هذا راح يجينا هنا. زين، فيكون عندنا آر والآي راح تنتقل هنا، راح يكون عندنا هنا آي، والواي راح تنتقل هنا، راح يكون عندنا واي، والأي تنتقل هنا، راح يكون عندنا أي، والدي تنتقل هنا، راح يكون عندنا دي، والإتش تنتقل هنا، راح يكون عندنا هنا إتش، وتروح الآر. طبعا مو لازم بالترتيب، يعني مو لازم أنت برنامجك يشتغل بالطريقة هذه يعني بالضبط، يعني نفس ما سويت، لكن المهم أنه يزيح كل عنصر إلى خانة واحدة إلى اليمين، والعنصر الأخير يجيبه بحيث أنه يكون هو العنصر الأول. طيب، هذا هو السؤال الأول، هو شبيه جدا زي ما قلنا بالسؤال السابق. طيب، السؤال الثاني هو: أكتب برنامج يزيحنا عناصر الأري إلى اليسار، ولكن بمقدار 2 elements وليس element واحد، أو عفواً two positions، يعني خانتين يزيحنا وليست خانة واحدة. فمثلاً عندنا الأري هذه راح يجيبنا الآر ويحطها هنا بحيث أنها تطلع لنا رياض، فيحطنا الآر هنا فزحها خانتين لليسار. راح يزيح الآي ويحطها هنا، راح تكون عندنا هنا آي، يزيح الواي ويحطها هنا فيطلع لي هنا واي. لاحظ أنه كل مرة يزيح خانتين، أو يزيح الأي تطلع لنا هنا فيطلع لي هنا A، ويزيح باقي عنصرين طبعا ما زحناهم اللي هو D والH، فيزيح لي D الآن إلى اليسار، طبعا راح يزيحه بالشكل هذا لكن ليس إلى الA وإنما إلى الY، فيزيح لي D مقدار خانتين إلى اليسار. فإذا وصلنا آخر شيء نعيد من أول شيء، فهذه خانة ثم بعد كذا هذه الخانة الثانية، فهنا راح يكون عندي D، ويزيح للH خانتين إلى اليسار، هذه خانة يروح للD، والخانة الثانية إذا نقدر نقول يروح كذا، ثم الخانة الثانية يروح للأي. زين، فيكون هنا عندي دي، فهذه رياض، يعني تطلع لنا كل أو عفوا الإتش هذه وليس الدي، الإتش. زين، حرف الإتش. طبعا أنا تعمدت استخدم رياض حتى يكون واضحة جدا لك، ما تلخبط، لو حطيت أرقام ممكن تتلخبط لما تشوف المثال، لكن هنا أعتقد أنها واضحة. المهم يعني أنه برنامجك لما تعطيه الري هذه راح يعطينا كلمة رياض، زين، عن طريق الإزاحة خانتين إلى اليسار. وطبعا المفروض أن البرنامج يتقبل أي array زي ما شفنا في حالنا السابق، كان برنامج يتقبل أي array. طيب، مهم جدا أنك تجرب البرامج هذه وتتعود، راح تعود كثير على الأري، كيف تتلعب بالأري، كيف تتحرك عناصر، كيف تاخذ عنصر تحطه في مكان، يعني كيف تلعب بالاندكس حق الاري، اشياء كثيره تتعود عليها من خلال التمارين هذه. ويعني والاري تقريبا انا دائما اسمع انه يعني اصعب شيء للمبرمجين المبتدئين اول ما يبدا يتعلم البرمجه، من اصعب الاشياء اللي تواجهه هي الاري في البدايه. فلذلك الطريقه الوحيده لقهر الصعوبه هذه والتغلب عليها هو انك تحل برامج. زين، حل قد ما تقدر، وحاول وجرب الين انك في النهايه تحس انك تمكنت من الموضوع. صدقني انك راح تتمكن من الموضوع، بس هي القضيه تحتاج يعني بس تحتاج تدريب اكثر وعدد كثير من الاكسرسايزز. طيب، خلينا نشوف المثال الثالث عندنا، وهو السؤال الثالث. السؤال هذا يقول لك: اكتب لي برنامج زين يحرك لي اصغر element في الاري، زين moves the smallest element of an array to be the first element without losing any element. زين، يعني حرك لي أصغر عنصر في الأري بحيث أنه يكون هو العنصر الأول بدون أني أفقد أي عنصر. For example, for the array below, we move 1 to be the first element without losing any element. زين، يعني مثلاً
بالنسبة للأري هذه أصغر عنصر فيها هو الواحد، مضبوط؟ نبغى نشيل الواحد هذا ونضعه بحيث أنه يكون هو العنصر الأول، زين؟ معنى أنه تكون الأري الجديدة العنصر الأول فيها واحد، زين؟ طيب العناصر الباقية هل تلخبط ترتيبها؟ مضبوط؟ ما يهمني، يعني بمعنى أنه خليني أكتب لك بعدة ألوان حتى يبين لك يعني. طيب لو فرضنا أنك حليت المثال بحيث أنه طلع لك 5 3 8 7 10، هذا صح، أنا ما طلبت منك أنك تحتفظ بنفس الترتيب اللي موجود هنا. لو حليت المثال بحيث أنه بحيث أن برنامجك أعطاني، زين، لو أعطيته الأري هذه أعطاني مثلا 3 5 10 7 8، زين، هذا برضو صح. أهم شيء أنه الواحد هو الأول لأنه هو أصغر إلمنت، أصغر إلمنت يكون هو الأول والباقيات زي ما تبغى، زين. فكر طبعا في عدة طرق لحلها، وكل طريقة من الطرق هذه ممكن تعطيك حل مختلف، ترتيب مختلف للأري في النهاية، لكنها كلها راح تعطيك أصغر إلمنت في الأري هو الإلمنت الأول اللي هو الإندكس حقه، زي ما ذكرنا دائما نبدأ من الاندكس 0. فاذا الاليمنت راح يكون الاندكس حقه هو الاندكس 0 ثم 1 ثم 2 وهكذا، زين. فالاندكس 0 الاليمنت في الاندكس 0 هو اصغر اليمنت. طبعا مو بالضروره انك تستخدم الشيفت، زين، زي ما قلت لك هذه امثله او تمارين على مجموعه دروس سابقه بما فيها الإيجاد الماكس والمن، إيجاد الماكس اي دي والمن اي دي، إيجاد السكند ماكس والفيرست والسكند ماكس سكند من، عملية السوابينج، عملية الشيفتينج، شيفتينج رايت شيفت ليفت، كل هذه على بعض هذه تمارين لها. فأنت فكر الآن إيش العمليات اللي راح تحتاجها من، وصدقني الحل ما هو صعب مرة، يعني الحل يعني يمكن يكون شوي يعني لك الوهله الاولى اول مره تشوف التمارين زي هذه يمكن شوي تلخبطك، لكن ابد صدقني الحل سهل، بس يبغى لك تفكر شوي. اهم شيء فكر على ورق قبل ما تبدا تكتب، خذ لك ورقه وفكر عليها، حل مثال مثالين، حط لك 3 4 اريز، اري فيها 3 عناصر، اري فيها 5 عناصر، اري فيها 7 عناصر، زين، وحط لك ارقام مختلفه كذا، يعني مره يكون الرقم الاصغر هو اول واحد، مره يكون الرقم الاصغر هو اخر واحد، مره يكون الرقم الاصغر في الوسط، مره وهكذا، وجرب بيدك كيف يكون الحل. ثم بعد كذا اكتب برنامجك بحيث انه كل واحدة من هذولي اللي حليته بيدك يكون ينطبق عليها الحل لما تجي تنفذ البرنامج.